هذا حال المجموعة. توقفنا عند الكلام عن الرؤى بالنسبة للمواهب، اللاعبين السعوديين، اللاعبين اللي ممكن يخدمون. الآن احنا في فترة ما بين مباراتين، واعتقد انه اصبحت مباراة البحرين مباراة مفصلية. صحيح عبد الله، يعني يمكن استكمل لك حديثي بس في جزئية على موضوع ان احنا اليوم لما نتكلم عن خطط الاتحاد السعودي، لما تتكلم عن الفئات العمرية محتاج كوادر، محتاج ناس تعمل عشان فعلا تصنع لي اجيال. طيب هذه الاجيال اذا طلعت هل حتلقى فرصة مع تقليص القائمة ومع الثمانية محترفين؟ اذا انا اعذرك ولكن طور دوري الدرجة الاولى. لما نيجي نقول منشيني يتكلم عن الفئة المتوسط دقائق اللعب، انت مستوعب عبد الله اللي لعبوا امس حسن كادش لاعب 496 دقيقة من اصل 630 دقيقة، يعني 78%، خيبري 453 وفراس 305 من اصل 630، ناصر الدوسري 270 من اصل 630، تنبكتي 105، الشهري صالح 161 دقيقة، رديف 311، عبد الله المالكي 94 دقيقة من اصل 630، 14% من دقائق اللعب، مصعب 306 من اصل 630، علي لجامي 196 دقيقة، ايمن يحيى ما شارك بحكم انه من بعد السوبر كان عنده إصابة، الكسار حارس المنتخب الاول لم يشارك، تتكلم عن سعود وفيصل محترفين برا ومروان الصحفي. اذا دقائق اللعب مؤثرة، هل عشان بس القدرة البدنية؟ يمكن كنا نتكلم تحت الهواء، لا يا اخي اللاعب لازم يتطور على مستوى القرار. اليوم مصعب نطال بعض الانتقادات امس، طبيعي جدا يا اخي الولد صغير موهوب يحتاج عدد مباريات اكثر، كم لعب اصلا مصعب عشان انا اجي الوم مصعب ولا غيره؟ تجربه اليابان عمرها 30 سنه، اليوم قرابه 200 لاعب موجود برا. امس القرارات كانت غريبه حتى في الشوط الثاني، مس باص كثير، هذه سببها مش بس دقائق اللعب عبد الله، سببها انه منشيني ما استطاع ان يثبت على تشكيله، سببها ان منشيني دائم التغيير على مستوى يعني امس للامانه احنا قدمنا شوط اول ترى جيد جدا عشان نكون احنا منصفين، صحيح، لكن الشوط الثاني رجعت الى ما كنت عليه يا منشيني وخربط الدنيا بالتغييرات اللي سواها وشل المنتخب من الميزه اللي كانت موجوده عندنا رافع الاستحواذ ومو مخلي اليابان يتمكن من الكوره.